أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله وليعلم الله من ينصره ورسله ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم
يجعل نا في ذريته من هو وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية ابتدعوها وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم فآتينا الذين آمنوا
أجرهم وكثير منهم فاسقون وكثير منهم فاسقون يا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العلي العظيم.